فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الأئمة يدخل المسجد بعد الأذان مباشرة ويأمر المؤذن بالإقامة دون انتظار للمأمومين، فهل فعله هذا مشروع؟ لا، لا يجوز له هذا، يحرم الجماعة من إدراك الجماعة، يحرم المصلين من إدراك الجماعة، بل يعطيهم مهلة، ربما يكون بعضهم بعيد، ربما يكون بعضهم يكلفه المشي السريع، ربما يكون بعضهم له عذر عارض، ينتظر، لا يشق على الحاضرين ولا يمنع القادمين أو يحرمهم من الصلاة، بل يعتدل في هذا، يجعل بين أذانه وإقامته مدة على حسب أحوال المأمومين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.